حافظ حقي. هنا أمام ساحة الفردوس وسط بغداد كانت وجهتهم، حيث احتشد هؤلاء في تظاهرة يغذيها الغضب من انعدام الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء التي بات انقطاعها يضيف عبئا جديدا على العراقيين، فلا بوادر على إنهاء حالة الغياب المزمن للدور الحكومي ومحاربة الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الدولة منذ عقدين، يقول المتظاهرون. وتدهور تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين بالرغم من وعود الحكومة والعقود العديدة اللي أبرمتها ويا دول وشركات عالمية، لكن المحصلة النهائية معاناة تضاف إلى معاناة العراقيين في مختلف المجالات. على مدار 20 سنة لم يجد الشعب العراقي أبسط الخدمات، وعلى مدار 20 سنة احنا نعاني من مشكلة الكهرباء، خصوصا فترة الشهر السابع والثامن، خصوصا يعني فترة ذروة الحرب مثل ما نسميها. ولم يغب عن أذهان المتظاهرين تبعية الأحزاب السياسية لإيران ومدى تأثير ذلك على تعاظم أزمات العراق. هم بالأساس في زمن الشهر الثاني جابوا مولدات على الغاز يشتغل، ما جابوها على النفط، لذلك خلونا تحت رحمة السيف الإيراني يوقفون الغاز، انتهت بعد ماكو شغلة للكهرباء. ما دامت حكوماتنا المتشكلة لحد هذا اليوم من 2003 إلى هذا اليوم هي حكومات محاصصة، لا جديد ولا يحدث أي تغيير بالبلد، تستمر الأزمات لأنها حكومة ولادت أزمات، من أزمات اقتصادية، أزمات الماء، أزمات الكهرباء، أزمات الخدمات الصحية، التدني بالتعليم، التدني على كل المستويات. بينما تحاول السلطات الحكومية رسم صورة مغايرة للواقع، تأتي هذه التظاهرة التي تمثل جزءاً ضئيلاً من معاناة الأغلبية الصامتة لتدحض رواية السوداني بأن يكون عهده مختلفاً عن سابقيه. باطل! باطل!